عايز اروح معاكم سريعا الى املاءات واشتراطات وفرمان صندوق النقد الدولي على مصر. حقيقة قلنا يا جماعة من يتعامل مع صندوق النقد الدولي ويستلف منه فلوس عليه أن يتحمل فأن يفقد سيادته وأن يفقد قراره الاقتصادي والسياسي أيضا. الصندوق كان مفروض أن هو يعني يعمل مراجعة عشان يدي لمصر واحد من الأقساط تقريبا مليار و200 مليون دولار، فإذا بالصندوق جايب معاه برضو كشف قد كده. هلخص لكم في 4 شروط الصندوق أملاها على النظام المصري. أول حاجة إن قال له لابد وحتما عشان تاخد بيت الأقساط السنة الجاية 2025 زيادة أسعار البنزين والسولار، زيادة أسعار الوقود والطاقة. فأنت حضرتك النهاردة بيقول له أنت بتدعم البنزين والسولار للمصريين ب 8 مليار دولار، لا، يجب أن تترك السولار وأيضا تترك البنزين وكل أنواع الطاقة للعرض والطلب حسب السعر العالمي. طب أنا يا عم السعر العالمي إيه؟ أنا كمصري باخدش مرتبات زي الدخل العالمي، وبالتالي المواطن ما يقدرش يتحمل أسعار البنزين والسولار بالسعر العالمي. إذا أبشر، النظام خضع لصندوق النقد، وأول حاجة مش السنة دي بس، ده السنة الجاية كمان زيادة أسعار البنزين حسب السعر العالمي، رقم واحد. رقم اثنين أيضا سعر الدولار، قال له انسى بقى قصة بقى الدولار أبو السعر المرن، لا لا برضه الدولار تسيبه كده عرض وطلب. طب ما احنا عارفين عرض وطلب الدولار هيوصل 50 و60 و70 و80 برضه سعادتك 2025 لازم فيه سعر مرن. سعر المرن ده تسيب بقى الدولار، ساكن الأول سعر المرن اللي أنت عامله ده سعر مقيد. المرن سعادتك انك تسيبه عرض وطلب بمفهوم صندوق النقد. ايضا رقم ثلاثة التسريع في بيع اصول مصر وممتلكات المصريين بزعم ان هذا هو الخصخصة. الشركات العامة المملوكة للدولة بيعها، خصخصها بقى بيع الاصول. طبعا النظام ما بتوصاش، ما بيعمل بهذا الاجراء من 2016 حتى الآن وفق اشتراطات صندوق النقد. وأما أجل له حاجتين، قال له هأجلك دلوقتي، كان طلب من النظام ده إعادة هيكلة أو رسملة البنك المركزي دلوقتي المسؤول عن السياسة النقدية والمالية والتضخم. ما تعرفش؟ طب يعني أنا بالله عليك شفت تدخل بعد كده البنك المركزي المصري المسؤول عن وضع السياسات النقدية والمالية والمسؤول عن محاربة التضخم والمسؤول عن الوضع المالي كله، الآن أصبح صندوق النقد يتحكم فيه محاكمة كاملة في هذا الوقت. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، صندوق النقد عندنا رغبة كحكومة مصرية أن احنا نحصل منه في شهر 10 الجاي، يعني بأقل من شهر عمل من دلوقتي، على مليار 300 مليون دولار، مليار 200 مليون دولار. فمعلش معلش هنسمع هنسمع وكل حاجة هتغلى مرة أخرى، لكن تعالوا نسيب موضوع صندوق النقد ده ونروح بسرعة شديدة جدا إلى الملف اللي بعده، وهو انسحاب تحالف إماراتي سعودي من مشروع مقر أو مبنى الحزب الوطني الجديد القديم المحترق. مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير أعلنوا، مش إحنا اللي أعلننا أهو، أعلنوا انسحابهم من هذا المشروع. والمشروع هو والمبنى كانوا تابعين للصندوق السيادي. هل ده مؤشر جديد من مؤشرات فشل أيمن سليمان عشان كده مشوه من الصندوق، ولا الناس دي كانت عايز تشتغل مع أيمن سليمان فلما مشي أيمن سليمان قرروا يخرجوا من هذا المشروع؟ لكن اللي أعلنوه في البيان قالوا، وهو
يعني في الحقيقة سبب غريب. قال لك تكاليف التنفيذ فيها مشكلة بسبب ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه. وهنا يتساءل المرء اللي قدامكم ده اللي هو أنا يعني. هو مين بيروح فين بقى؟ أنا أفهم إنه لما الدولار يبقى أنت داخل في مشروع ده بالدولار والجنيه ينخفض دي تبقى مصلحة ليك. يعني دي مش حاجة ضدك. ولا إيه الوطنية اللي أنتوا بقيتوا فيها دي؟ يعني بتتعاملوا كأنكم شركة وطنية زعلانين من إن قيمة الدولار عالية، ولا أنتوا كاتبين البيان بطريقة ما تبقاش واضحة أمام الناس؟ لكن البيان لفظا بيقول وذلك بسبب ارتفاع التنفيذ تكاليف التنفيذ الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه. الله، هقولك ليه بقى، هقولك ليه. هم مش الناس دي كانت داخلة تشتغل بتشتري بالدولار برضو؟ هقولك وهي من سليمان وقف قال لنا ده جايبين مش عارف كم مليار. هقولك اهو، اصبر عليا بس. مش سألت سعادتك؟ اتفضل قول، اتفضل يا باشا، هجاوبك دلوقتي. هو سعادتك احنا دخلنا شركتين المصريه اللي هي الشركه السعوديه المصريه للتعمير والاماراتيه. اه، دخلوا بالشراكه مع صندوق السياده المصري. تمام. قالك ايه بقى؟ الصندوق صاحب الارض وهم ابنه. الله ينور عليك. تمام باشا، الارض دي بتاعتنا، بتاعت الحزب الوطني. تمام. حته حلوه على الكورنيش، قدر ثمنها يا عم، جه ثمنها بقرشين. حلو. وانا سعادتك حبني برجين. حلو. البرج الاول برج ما شاء الله اداري وفندقي وتجاري، قد ايه؟ 75 دور. الله الله ينور. وكمان برج تاني جنبه، ايوه، 50 دور. الله ساكن. جميل، عشان يسدوا على بعض. مين اللي هيبني؟ انا كشركه طبعا. جميل. كنت بكلمك وبمضي معاك، وكان طن الحديد ايام ب 24000 جنيه مصري. ماشي. دلوقتي سعادتك انا هجيب كل السلع دي بقى ب 50000، بقى بالضعف. كل اتفقت معاك، كل الاتفاقات اللي انا اتفقتها معاك، ما انا هقول لك بس خد مني، خد مني، شير مني. والله انا عندي اسرار حلوه. هم تقديراتهم يا احمد في البرجين في البناء كانت جايبه لهم لقمه ابو غاشه، هياخدوا فلوسهم وزياده. يا استاذ مش دول داخلين بالدولار برضه؟ لا 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 لا، ما انت ما تعرفش بقى، ما تعرفش بقى. انا اللي انا فاهمه ان ايمن سليمان طلع لنا، ممكن حتى الزملاء يساعدونا، المشروع ده كان ايمن سليمان اتكلم عنه كانه فتح كبير، ده اتكلموا عن حاجه بمليار دولار او 2 مليار دولار، كمبلغ حلو. انا يعني ايامها قدرت المواد الخام، الحديد والزلط والرمل والاسمنت والشركات دي. تمام. قدرتها ايامها مثلا بمليار دولار. حلو. انا دلوقتي علشان اعمل نفس المواد الخام دي هعملها ب 2 مليار دولار. مستحيل. لا، ما هم البيان بيقول كده. البيان بيقول كده بس. الكلام مش منطقي. على كل ليه؟ الدولار نط قفز قفزه 15%. طيب الاسعار لم تقفز 50%. طب انسحاب الشركه الاماراتيه والسعوديه واعلانهم هذا، واصبح الحزب الوطني الان الارض كما هي ليس فيها جديد، بيؤكد حاجه اخرى يا احمد، انعكاس اخر، ان الجماعه اللي كانوا جايين لنا وفرحانين بيشيلوا كل حاجه، بدأ دلوقتي برضو ايه لاول مره يستشعروا الخطر. بالظبط. لاول مره لك قال لا شيل 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 شيل، لا يا جماعه دلوقتي انا هكسب كام وقد ايه وازاي؟ ما اصبحش بيشيل احمد دلوقتي الحته اللي انت عارضها عليه. ده دلوقتي ممكن يشاور لك، هو انا عايز المصنع ده، عايز الشركه دي، عايز الحته دي، مش انت بتعرض له ايه؟ هو ده حضراتكم اللي احنا بنقوله ده. ادي واحد من ده، الكلام ده من عام بقى له 4 سنين اعلنوا خلاص شراكه بين صندوق مصر السيادي، وهنخش على مش عارف على مش عارف مشروع كبير، برجين كبار. ايوه اهو هو بس جابوا لنا الخبر اهو يا استاذ احمد، عشان بس انا افتكرت يعني بقال اهو. قال مسؤول بصندوق مصر السيادي: انا شركه اماراتيه خاصه قدمت العرض الافضل في مزايده حكوميه. يعني ايه يا جماعه مزايده حكوميه؟ يعني في فلوس اتحطت لمشروع تطوير ارض مقر الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل بوسط القاهره، ومن المتوقع البدء في اعمال التطوير خلال سنه 2024، السنه دي يعني. بقى 4 سنين. بتكلفه استثماريه تصل الى 5 مليارات دولار. فانت تقول لي طن البنزين الحديد كان ب 24 بقى ب 50. بس عايز اقول لك تحت امرك. لا، في ابديت لهذا الخبر. ايه بقى؟ كان الاول نزلوا السعر. لا لا لا، كان الاول دي شركه اماراتيه
حضرتك منفردة بهذا المشروع. تمام. ثم بعد كده على مدو حصل تعثر في هذا التعاقد، ما تعاقدوش يا استاذ احمد، ده دخلوا في مزايده. مزايده يعني في فتح مظاريف، في مبلغ بيتحط تحت الترابيز تحت المزايده. دي مرحله قديمه. المرحله الجديده بعدها انت دخلت ايضا شركه سعوديه تشاركت مع الطرفين في الخمسة مليار. اه يبقى انا ادفع 2.5 مثلا والطرف الثاني يدفع 2.5. طيب. او انا ادفع 3 والطرف الثاني يدفع 2.2. طب ما تخلينا، لكن الخمسة مليار اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان الخمسة مليار ما دام ما اتضختش وما تحولتش للجنيه المصري ما تأثرتش، فالسعر بالجنيه المصري يزيد السعر بالجنيه المصري يقل، موضوع مش فارق معايا انا كراجل مستثمر اجنبي. يا احمد برضو ما السعر معلش اللي هو الحديد ده او الاسعار دي برضو اسعار عليها بتزحزح بتمشي من يعني 2020 لحد 2024 بتزحزح زي ما هو عايز. هو سعره بالدولار كام؟ يعني انا افهم يا استاذ احمد ان هم لو الناس جادين يقول لك ايه مثلا، ما دي بقى انت الراجل بيتكلم مع الصندوق السيادي مش مع محافظ القاهره، يعني بيتكلم مع اكبر كبير في البلد. نعم. صح؟ نعم. ممكن لما يبقى في مشكله زي موضوع انه في زياده الاسعار مثلا في سلعه زي الحديد، يوم قايل ايه؟ والنبي يا جماعه يا صندوق يا سيادي، ده الصندوق السيادي ده معمول له قانون يا استاذ احمد، يجيب اللي هو عايزه من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه؟ انا معاك بس خلي بالك يقول له تعمل لي قرار يا صندوق يا سيادي. انت شايف في اسباب ثانيه؟ انا حاسس انا حاسس كده. إيه انا ما عنديش معلومه، لكن انا رابط ما بين انه ايمن سليمان خرج فالناس دي خرجت معاه. ليه بقى؟ مش بشخص يعني لا ثواني، احنا دلوقتي الدولار اتغير امتى؟ من شهور. من شهور. اه اذا الاسعار اتغيرت من شهور. كويس. يبقى الراجل اللي كان عامل حسابه انه في 5 مليار دولار حطيتهم معاه تمام، تغيرت اسعارهم فال 5 مليار دولار دول بقت بتعمل كذا بالمصري، عنده مشكله في الحديد، عنده مشكله في الاسمنت، عنده مشكله في اي ماده من المواد، ده راجل شريك الصندوق السيادي يقدر يقول له النبي طلع لنا قرار نجيب مثلا الحديد من بره سعره هيقف علينا ارخص فنكسب انا وانت في المشروع. انا بص احمد، لكن الانسحابه دي اللي واثق منه بالاسباب اللي منشوره في البيان دي، في البيان ده تقلقني بصراحه. لا اللي واثق منه ان الشركات دي لو كانت كسبانه وربحانه كانت استمرت. انت عارف راس المال شرط. لا 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 راس المال، راس المال جبان يا استاذ. طيب جبان، ما انا بقول لك لو كسبان وربحان كان استمر. لا هو لك الان مواد البناء اختلفت، الاسعار اختلفت. لا الربح جانب من جوانب اهتمامات راس المال، لكن انا ربحان في بلد مولعه. انا النهارده انت بتقول لي إيه، انا عندك مشروع انا عامله انا وانت في الخرطوم احسن مشروع في الخرطوم، ربحانين بس البلد مولعه، هسكن انا فين؟ لو انا مؤاخذه عندي برج كبير وشركه كبيره زي دي عامله برج كبير 75 دور في الخرطوم، عاصمه فيها حرب ودبابات بتجري ورا بعض وناس بتضرب بعض، تقول لي بقى ابيع انا الشقه هناك بكام؟ مش ما بعرفش ابيعها بدولار. طيب على كل حضرتك فاهمني؟ انا معاك بس فانا عايز اربط ما بين التخارج الغريب ده والاسباب اللي حاطينها دي بخروج واختفاء ايمن سليمان، خصوصا انه ايمن سليمان وما ذكره الاستاذ محمد انور السادات في خطابه اللي لسه حضرتك شرحه من شويه امر برضه غريب شويه. هو الصندوق كله غريب. وقص وبعدين خصوصا بعد خروج ايمن سليمان يا دكتور احمد لقينا في كلام بيتقال على انه هيعملوا قانون يخلوا الصندوق السيادي ده تابع لمجلس الوزراء. الله 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 الله، ده اول مشروع متكلمين فيه وعاملين مظاريف جايب 5 مليار دولار، فجاه كده الراجل يمشي والصندوق يبقى يروح مجلس الوزراء والناس اللي معاها الارض ما دفعوا مصاريف في 2020، يعني حطوا دولار حطوا فلوس عشان تفتح مظاريف عشان تبدي جديه، ما اعرفش حاطين كام او الصندوق كان عامل طالب كام، لكن لو حاطين يعني 200,000 دولار ولا حاجه، ما انت لو انت بتتكلم على مشروع راس ماله 5 مليار دولار فيعني المعقول والمنطقي تحط 200 مليون دولار ولا حاجه، 200,000 دولار دي بتاعت ناس غلابه زيه زيك، 200 مليون دولار ولا حاجه في مشروع كبير. نعم. صح كده المنطق اللي بيقول كده. نعم. اذا في حاجه غلط بتحصل، اما الراجل الاماراتي والراجل السعودي قال له بقول لك ايه، احنا كان معانا ايمن سليمان ده مأمننا ومظبطنا وجايب لنا الناس وبتاع، الناس اللي جايه دي ما نعرفهاش، اخلع عمرو فقد خلع انس. في تصوري الامر اكبر من شخص او فرد،
ترك الصندوق او قاعد فيه؟ تصوري طبعا مع احترامي الكامل اللي انت قلته طبعا طبعا، لان في النهايه ايمن سليمان اللي عين ايمن سليمان ما زال هو الان من يقود البلاد والعباد. ما ممكن يكون رحيل ايمن سليمان يعني ايه قيمه هذا الفرد اللي اتى به رئيس ومشاه رئيس هو نفسه ليس محور الكون، يعني هو في النهايه مدير تنفيذي. المشروعات دي بالتالي احمد مش متعلقه بشخص واحد جه او راح. يعني انت مقتنع بان الموضوع مقتنع بقى اسعار فعلا؟ اللي انا مقتنع بيه ان الشركات دي شركات راس المال يحركها، المكسب صح يحركها صح، غير كده لم يحركها. الجديد اللي انا شايفه الناس الان بينسحبوا من السوق المصري، رغم عفوا الشريك الاماراتي والسعودي اكثر ناس كان عندهم اقبال على السوق المصري. طبعا خدنا كتير في القصه دي، بس حبينا برضو حضراتكم نعرفكم من جديد. يعني خلونا نذهب برضو الى خبر اخر في ذات المجال، وهي انا استشهد بكلمه لوزير الري الاسبق محمد ناصر علام، والراجل الحقيقه بيقول سؤال برضو مشهور. النهارده يوم الاسئله بقى للوزراء السابقين او الشخصيات السياسيه. الاستاذ السادات يعني وجه للنظام 7 اسئله بلا اجابات. النهارده وزير الري المصري محمد ناصر علام السابق طبعا يقول: بتوجه للمسؤولين بطلب مهم، وهو الإيضاح بالنفي أو الإيجاب، حصل أو ما حصلش، لما يشاح حاليا من الإعداد لبيع العديد من مساحات الأراضي في العديد من المواقع والمدن في مصر لمستثمرين أجانب بالعملة الصعبة لبناء مجمعات سكنية وسياحية وغيرها. وهل وصلت ديون مصر لهذا الحد والوضع؟ سؤال مشروع. من الآخر الرجل المهذب المثقف، هذا الرجل الوطني الحقيقي الخبير المائي المعروف الأستاذ بكلية الهندسة اللي أعرب عن رأيه وانحاز للوطن والمواطن والتاريخ بأنه كان أحد الناس اللي هم حقيقة رافضين لبيع نهر النيل، وتصدى لكل ما كان في سد النهضة. الرجل الآن بيقولك يا جماعة قولوا لنا من الآخر، يعني البلد والأراضي بتنباع للأجانب بدولارات ولا إيه؟ أنا أقول لك يا سيادة الوزير، من شوية حالا دلوقتي قرأت على معاليك وعلى كل المشاهدين اللي قاعدين الآن يتابعونا إن صندوق النقد الدولي عمل هذا الإملاء وجعل بيع الأصول هو الأصل، بيع الأراضي والمصانع والشركات للأجانب وفيما يعرف بالخصخصة على مصراعيها. طبعا النظام لم يتورع إن هو يبيع مدن كاملة قبل كده، ولم يتورع ان هو يهجر اهالي زي جزيره الوراق اللي النهارده الناس لحد النهارده بيتم تهديدهم وترويعهم وخلقهم قسريا من اجل مستثمر، وسلم مدينه كامله وساحل مصر كامل على البحر المتوسط مدينه راس الحكمه الى مستثمر اماراتي. ايوه مصر بتباع يا فندم من اجل الدولار، مش من اجل الديون. لا سعادتك، من اغرق البلاد في الديون الان هو من يبيع، هو نفس الشخص، ويا ريته بيبيع عشان يسدد ديون، ده بيبيع برضه عشان يحط هذه الاموال والمليارات في كلها تفاهات ومشاريع استهلاكيه وليست مصانع ولا شركات ولا مشاريع استثماريه. سؤال مشروع من رجل وطني اردنا حضراتكم ان احنا برضه ايه ننوه عليه. اسئله مشروعه وتفاصيل مشروعه وقصص كبيره جدا. الغرفة التجارية ودي طبعا واحدة من يعني المؤسسات المفروض انها متعبرة عن يعني رجال اعمال وشركات خاصة وكده، بتقول لدينا رصيد كافي من السلع الاساسية والاسعار مستقرة، وده كلام مهم. ده معناه انه يعني الكلام اللي كان بيقوله امبارح رئيس الوزراء واللجنة اللي كان بيشكلها تقريبا ده الرد العملي عليها، لانه الناس بتقول مش محتاج تعمل لجنة، احنا كناس في السوق عندنا رصيد كافي والاسعار مستقرة. طيب يا جماعة خير، كويس قوي، ده كلام مطمئن جدا جدا جدا، واحنا سعداء فعلا الاسعار مستقر. هل ممكن تضمنوا لنا احنا كمستهلكين الحكاية دي؟ يعني البيان بتاع الغرف التجارية هل ممكن يقول، لانه انت طبعا انت لما الغرف التجارية تقول لك الأسعار مستقرة والسلع موجودة، معناه أنه يعني لمؤاخذة يعرف في كام إزازة الزيت في البلد ومتجابة بكام وهتتباع بكام وهامش ربحها كام، وبالتالي
ممكن تثبتوا لنا الاسعار؟ يعني ليه ما نطلعش ببيان من الغرف التجاريه وهو تساعد المواطنين وتساعد الحكومه، يقول لنا والله يا جماعه السلع موجوده ومخزنه والاسعار مستقره وهي قائمه الاسعار اهي. انا كده بقى احس ان الغرف التجاريه دي بتعمل لمصلحه الوطن والمواطن، ويبقى المواطن مبسوط والدوله مبسوطه واحنا مبسوطين. احنا مبسوطين، احنا ما دام الخبر كويس احنا مبسوطين. طب بس بالله عليك، اتفضل بالله عليك يا احمد، يعني عشان انت عارف انت بتقرا الخبر وانا ايه قاعد تقول يعني ضميرهم، تفتكر ضميرهم؟ لا بحاول بس ايه كده. يعني تعرف ايه اتجمد واتجمل وابقى كده ايه، يعني ما بيبقاش في انفعال. ايوه ليه كده؟ يعني انت دلوقتي بتقول لا لا معلش، يعني الساده البواتي قاموا لك ايه؟ احنا عندنا وفره في السلع. جميل، متفق. والاسعار مستقره؟ لا بقى هي دي اللي اتكلم فيها. هل اسعار في الاسواق مستقره؟ ده السؤال. هم بيقولوا ده انت كل يوم يا مؤمن الاسعار متباينه ومتغيره، كل يوم في الزياده. طب ما انا عايزه بقى يديني قائمة اسعار. كل طلعت نهار الاسعار في الزياده بتغلى. اتحدى لو النهارده في اي مصري امن على نفسه ان السلع النهارده موجوده بسعر، بكره يلاقيها بنفس السعر. ايه ده؟ وانا برضو يا جماعه يعني احترموا المصريين برضو. الغرفه التجاريه مع احترامي لاشخاصكم جميعا، تجار بقى طبعا، انتوا تجار طبعا، شباب بدر تجار فوق دماغنا من فوق، بس اسعاري المستقره. قول لي زي امبارح وزير الماليه في لقاء مع سفير البريطاني بيقول الحمد لله الاقتصاد يشهد استقرار في المرحله الحاليه وهناك استقرار اقتصادي في المرحله الحاليه. استقرار ايه؟ ايه المستقر؟ اسعار ايه المستقره؟ قول لي ساعتك سعر السلع كده مستقر. فيعني بلاش نرفزه، خلونا نشوف هذا الفيديو لخناقه كده على الهوا بسبب ارتفاع اسعار الايجارات. الساده اللي يعني مبسوطين وسعداء ان هم بيتخانقوا، والاستاذ احمد موسى طبعا في برنامجه بيستضيف ناس بيتخانقوا، ولا فصل للاسف. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه المناظرات دي؟ الاستاذ المحامي عصام حجاج والنائب طارق شكري في بينهم كده مشاده، يعني مشاده على اسعار الايجارات اللي في المصريه اللي وصلها الحال حتى الان في مصر. بتعمله ولا لا؟ يا استاذ انا بسال يا استاذ احمد يا سياده النائب، عشان يا استاذ احمد وحده سكنيه اتعملوا اسكان اجتماعي في 10 سنين ما اتعملوش في 100 سنه قبل. يبقى ده وايه بقى؟ وواخد ثلاث انواع من الدعم. لا 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 بس واخد ارض بالمجان، مرافق عامه بالمجان، تمويل عقاري على 20 سنه بفايده 3% بدلا من 30. يبقى على 30 سنه، على 30 سنه لما تحسب الدعم اللي خده ده والله حتى يتجاوز 75% من الوحده. ماشي ماشي يا استاذ. اذا الدوله ماشي. يبقى ده الالتزام الدستوري موجود يا سيدي. ده نقطه الدستور، ايه الدوله معنيه بيه؟ ده نقطه في بحر. لا مليون و500 حسبها نسبه وتناسب. مليون و500 شوف المحتاج قد ايه، وشوف انت وفرت 7.5 مليون بني ادم. لا شوف اللي محتاجين قد ايه، وشوف شوف الحاله. انا النهارده اقتصادي منهك، لما يجي لي 10 مليون ضيف في مصر، 10 مليون في اقتصاد منهك. حضراتكم اتكلمتوا في حاجه جميله قوي. ايه هي؟ قلتوا الدوله تحصر الناس دي وتشوف بتأجر بكام وتاخد منهم ضريبه كام. انا دخلي انا كمواطن، انا خدت ايه كمواطن؟ النهارده كنت بأجر ب 2000 بقت ب 10. النهارده محل حلاقه كنت بروح احلق ب 100 جنيه، الحلاق بيقول لي الحلاقه 200 جنيه، ليه بيه؟ يقول لي عشان محل صاحب الملك بيقول لي النهارده أجرك من اول الشهر بدل 2000 10، عشان في ضيف من الضيوف هيأجره بدالي. طيب فين المواطن الغلبان بقى هنا؟ طيب هنروح لسياده النائب عشان بس بعيدا عن المشاده وهذا النقاش الساخن، يعني هو احمد موسى بيضحك ليه؟ بنضحك عليه. على مين؟ على الاستاذ اللي بيتكلم على الحلاق. ده مبسوط جدا. واضح السبب. الايجارات غليت كويس جدا. واضح السبب. ايه بقى السبب؟ نعيدوا الفيديو تاني عشان لا مش كده يعني، اصل انا شايف في محاور ومذيع، في اتنين بيتناقشوا، وده ما تحسش ان ده مسخسخ كده، فرحان كده ان في مشده، ولا فرحان ان في ايجارات زادت، ولا ايه مش فاهم يعني. هو طبعا في مشكله بس صغيره قد كده. اللي هي؟ انه مفيش 10 مليون ضيف ولا حاجه. طبعا من عارف يعني دي ايه صحيح. يعني هو اكمال لما قالته الدوله في لا بزود عليه مليون. يعني الدوله بتقول 9 فالراجل قال لك 10، يعني انت مليون عادي ندخله علي انا ب 12. فاهم انت الفكره؟ عادي جدا حد بيحسب. وبعدين في مشكله ثالثه، ده بيكلمك وكان هناك في تنافس تجاري ما بين المصريين واخواتنا العرب اللي موجودين، وده مش حقيقي خالص. ده اخواتنا العرب دول بقى بالذات
عندهم تجارات متخصصين فيها صحيح وبيعملوها ما بيعرفوش يعملوا غيرها. هل انت سمعت عن اخوه عرب يمنيين بيعملوا حاجه غير محلات المندي؟ عندهم ثلاث اربع شغلانات جزء من ثقافتهم موجودين بيأثروا فيها بيبيعوها. نعم. لكن هو اخطر حاجه في الفيديو ده هو نشره. والله. لا اقول لك اخطر حاجه ايه في وجهه نظري؟ اللي هو استدعاء ان السبب الان في الازمه بالزبط. الاقتصاديه الحاليه هم اخواننا وحبايبنا الضيوف اللي عندنا. هو ده اللي انا عايزه. مش ازمه دولار هو ده ولا ازمه اقتصاديه. قصدي بكلمه ولا نشره. ولا حاجه هو عشان كده محمد موسى بيضحك. ليه؟ لانه هو ده اللي هو مطلوب. انت وانت قاعد حاسس بالالم الاقتصادي وحاسس بضيق اليد وحاسس بانه في ازمه اجتماعيه وطلبات وبتاع عايز تحمل مسؤوليه، تحملها مسؤوليه للدوله؟ لا تحملها مسؤوليه لمين؟ ضيوف للضيوف السودانيين، السوريين، الليبيين، العراقيين، اليمنيين، انت بقى ايه الفلسطينيين، انت بقى ايه؟ الراجل بيقول لك 10 مليون 10 مليون يعني 10% من السكان موجودين ضيوف، ارقام كاذبه. وكان المفروض بقى احمد موسى وهو متصل بالدوله ويقدر يجيب الارقام الحقيقيه يقول لا الرقم الحقيقي هو كذا، ما قالش ومش هيقول. الدوله عايزه تحمل ضيوف مصر اللي فيهم ناس فاتحه بيوت المصريين ومشغلاهم بفلوسها وبراس مالها وبينزلوا يقعدوا معانا ويعيشوا معانا، عايز تحملهم المسؤوليه مرتين وثلاثه واربعه عن فشلها هي كدوله. ده المطلوب.